منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن ضربة قريبة محتملة ضد سوريا وانهالت التصريحات الرسمية والشعبية والدينية الرافضة في مصر من التدخل الأمريكي والهجوم على سوريا الشقيقة وضرب جيشها العربي، لتأتي تصريحات وزير الخارجية المصري نبيل فهمي بشكل قاطع ومباشر. المجتمع الدولي يتعامل مع هذه القضية الآن، ونأمل الآن يتعامل معها بشكل واضح وفقاً للمواثيق وقواعد القانون الدولي في إطار منظومة الأمم المتحدة، وهذا الأساس الذي انطلق منه الموقف المصري فيما يتعلق برفض استخدام القوة. بينما استنفر الإعلام المصري في أغلب قنواته العامة والخاصة الضربة الأمريكية على سوريا، موضحين أن ما يحدث هناك هو شأن داخلي يحله السوريون مع بعضهم البعض. هذه سياسة أمريكية، لا نريد أن نصنع أفغانستان أخرى وندفع بأموالنا وندفع بشبابنا. أنا مع الشعب السوري لإسقاط النظام المستبد، لكن دي مهمة الشعب السوري. أمريكا بتحاول إن هي تعوض خسارتها في مصر من خلال تعويض الإخوان، جماعة الإخوان للوضع في سوريا، وإن هي تمسكهم سوريا، وده طبعا مش هيحصل لأن الشعب السوري أقوى من ذلك بكثير. لا نؤيد ضرب أمريكا لسوريا، لأن سوريا ومصر هي القوة الوحيدة الموجودة تتميز بالقوة، فإذا قضيت على القوة السورية والقوة المصرية سيكون هناك تدمير للعالم العربي. طبعا دي الخطوة اللي أمريكا بتعملها التانية، لأن أصلا خلاف أمريكا القضاء على الجيوش العربية بدأت الأول بالعراق ودلوقتي حاليا بسوريا، والخطوة التالتة ربنا يستر ما تكونش مصر. ذهبنا إلى السوريين المعارضين الذين نزحوا إلى مصر إبان الأزمة في سوريا، فكانت آراءهم مفاجئة. يعني هلا أمريكا ما بتحب لنا الخير، هي شغلة معروفة يعني. بس نحن وصلنا لدرجة سيئة، يعني تخيل نحن عم نقول لأمريكا تعي ضربينا، تخيل أنت لأنه درجة وصلنا من الأحباط والهي يعني. أنا مع قرار ضرب سوريا، نرتاح من بشار، أهم حاجة نرتاح من بشار. تجي عروض السود تضربنا، مهم نرتاح من بشار. لو بشار هيبقى عايزين الضربة وماش عايزين ولا بناي في سوريا تنزل كله، يا سوريا كلها تنزل يا سوريا كلها تطلع. يعني بشار أسوأ من الأمريكان، يعني يضربنا الأمريكان أحسن من بشار، بأي طريقة بدنا نخلص بس يعني. استقواء المعارضة السورية بالغرب لضربة قاسمة في سوريا ذكرت المصريين باستقواء تنظيم الإخوان المسلمين بالغرب وأمريكا للتدخل في الشأن المصري، الأمر الذي يعتبره المصريون خيانة واضحة، حيث قدم عدد من قيادات الإخوان المسلمين بتهم هي التحريض على الجيش والاستقواء بالغرب، حيث يؤكد المراقبون أنها تعتبر خيانة عظمى، عقوبتها في الدستور المصري الإعدام شنقا. يرفض المصريون حكومة وشعبا أي ضربة عدوانية ضد سوريا، قرار بالتأكيد سيكون مغيرا لو استمر المعزول محمد مرسي في الحكم، إلا أن إحساس المصريين اليوم بأن أي عقوبات ضد سوريا هي بطبيعة الحال قبول مباشر لأي عقوبات ضد مصر، طالما أن أوباما لم يرضى حتى الآن بثورة يونيو وتبعاتها. منى عشماوي، الجديد، من أمام السفارة السورية بالقاهرة.